أهلا بكم في قناة العالمي، الاختبار التجريبي الخامس في أسئلة المعلومات العامة والثقافية التي تأتي منها أسئلة في امتحانات مسابقة 30,000 معلم. سؤال رقم 1، المؤرخ المصري مانتيون كتب كتاب تاريخ مصر باللغة الإنجليزية، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح جيمس بيكي. سؤال رقم 2، تشتهر دولة نقط بالبن، الصين، البرازيل، روسيا، ألمانيا. الإجابة هي البرازيل. سؤال رقم 3، أقصر دولة يحدها عدد كبير من البلاد، الصين، روسيا، إيطاليا، فرنسا. الإجابة هي الصين. سؤال رقم 4، تشتهر أستراليا ب الأغنام، الزراعة، الصناعة، التجارة. الإجابة هي الأغنام. سؤال رقم 5، تشتهر دولة نقط بالألعاب الأولمبية، وهي أول دولة أقيم فيها الألعاب الأولمبية، أسبانيا، البرازيل، اليونان، بريطانيا. الإجابة هي اليونان. سؤال رقم 6، الغاز الذي يخرج من المصانع ويلوث الجو، غاز ثاني أكسيد الكربون، غاز الميثان، غاز الهيدروجين، غاز النيتروجين. الإجابة هي غاز ثاني أكسيد الكربون. سؤال رقم 7، أغلى مكونات الغلاف الجوي، النيتروجين، الهيدروجين، الأكسجين، الكربون. الإجابة هي الهيدروجين. سؤال رقم 8، أول مؤلف للرواية في العصر الحديث، محمد حسنين هيكل، طه حسين، يوسف السباعي، أحمد شوقي. الإجابة هي محمد حسنين هيكل. سؤال رقم 9، البرازيل دولة فدرالية، كونفدرالية، ديمقراطية. الإجابة هي فدرالية. سؤال رقم 10، المحيطات والبحار مالحة، صح ولا خطأ؟ الإجابة هي صح. سؤال رقم 11، أكبر بحيرة صناعية في العالم، بحيرة فكتوريا، بحيرة تانا، بحيرة قزوين، بحيرة ناصر. الإجابة هي بحيرة ناصر. سؤال رقم 12، في أي عام اختيل السادات؟ 1961، 1971، 1981، 1990. الإجابة هي 1981. سؤال رقم 13، كليوباترا تعتبر ملكة مصرية، يونانية، مقدونية، فارسية. الإجابة هي مقدونية. سؤال رقم 14، تقع مصر في الركن نقط لقارة أفريقيا، الشمال الشرقي، الجنوب الشرقي، الشمال الغربي، الجنوب الغربي. الإجابة هي الشمال الشرقي. سؤال رقم 15، من العواصم المستحدثة، لندن، روما، طوكيو، برلين. الإجابة هي طوكيو. سؤال رقم 16، بدأ مشروع حياة كريمة في عام 2018، 2019، 2020، 2023. الإجابة هي 2019. سؤال رقم 17، أعلى برج في أفريقيا، البرج الأيقوني، برج خليفة، برج شنغهاي، برج الساعة. الإجابة هي البرج الأيقوني. سؤال رقم 18، محافظة على شعارها علم مدينة رشيد، القاهرة، الجيزة، البحيرة، الإسكندرية. الإجابة هي البحيرة. سؤال رقم 19، مدة رئاسة رئيس جمعية الدول العربية 5 سنوات، غير قابلة للزيادة، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح قابلة للزيادة. سؤال رقم 20، من هو أول رئيس لمنظمة حقوق الإنسان؟ حافظ أبو سعدة، بطرس بطرس غالي، ماري روبنسون. الإجابة هي بطرس بطرس غالي. سؤال رقم 21، من الذي اكتشف منابع النيل؟ سعد زغلول، الخديوي إسماعيل، الخديوي سعيد، محمد علي. الإجابة هي محمد علي. سؤال رقم 22، الغدة المسؤولة عن إفراز العرق، الغدة الدرقية، الغدة السنبورية، الغدة العرقية، الغدة التيموسية. الإجابة هي الغدة العرقية. سؤال رقم 23، الانصهار تحول المادة من صلب إلى سائل، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 24، كتلة الإنسان على القمر لا تساوي كترته على الأرض،
صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح تساوي. سؤال رقم 25، الأكسجين خمس حجم الهواء، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 26، الغدة الصنبورية في الرقبة وهي سيدة الغدد، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح الغدة الدرقية في الرقبة وهي سيدة الغدد. سؤال رقم 27، تقع مصر في مدار الجدي، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح تقع مصر في مدار السرطان. سؤال رقم 28، الأيونات سالبة الشحنة، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح الأيونات موجبة الشحنة. سؤال رقم 29، الأجسام التي تدور حول الأرض في مدارات بيضاوية وفيها جليد وصخور وغازات، المذنب، الشهب، النيازك، المجرة، الإجابة هي المذنب. سؤال رقم 30، ما هو المركب الذي فشل جابر ابن حيان في تركيبه؟ حمض الكبريتيك، حمض الهيدروكريك، حمض النيتريك، نيترات الفضة، الإجابة هي نيترات الفضة. سؤال رقم 31، العنصر الذي يملأ به طفايات الحريق، غاز الأكسجين، غاز النيتروجين، غاز الهيدروجين، غاز ثاني أكسيد الكربون، الإجابة هي غاز ثاني أكسيد الكربون. سؤال رقم 32، شعار مملكة الشمال زهرة اللوتس، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح شعار مملكة الجنوب زهرة اللوتس. سؤال رقم 33، الكتابة الديمقراطية هي الخط المقدس، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح الكتابة الهيروغليفية هي الخط المقدس. سؤال رقم 34، من وضع المعاجم؟ الخليل ابن أحمد الفرهدي، طه حسين، يوسف السباعي، نجيب محفوظ، الإجابة هي الخليل ابن أحمد الفرهدي. سؤال رقم 35، مجلس الوصايا هو المجلس الذي كان يهتم بالدول المستعمرة والفقيرة اجتماعيا، صح ولا غلط؟ الإجابة صح. سؤال رقم 36، من المخلفات التي تركها الرومان، معبد أبو سمبل، معبد فيلة، معبد القرنق، الإجابة هي معبد فيلة. سؤال رقم 37، بنى المصريون القدماء الأهرامات من الجيزة شمالا حتى الفيوم جنوبا على امتداد نهر النيل، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 38، عاصمة نيجيريا، كيب تاون، أبوجا، دكار، الخرطوم، الإجابة هي أبوجا. سؤال رقم 39، أحدث دولة أصبحت فدرالية، البرازيل، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أسبانيا، الإجابة هي الولايات المتحدة الأمريكية. سؤال رقم 40، الهرمون الذي يؤثر على الحالة المزاجية للأنثى هو هرمون التستيرون، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح هرمون الاستروجين. سؤال رقم 41، تتميز سنغافورة بقصرة جزرها الخلابة وبنيها العصرية والشاهقة، البن، كرة القدم، الموسيقى، الإجابة هي قصر جزرها الخلابة ومبانيها العصرية والشاهقة. سؤال رقم 42، أفضل دولة للنظام الفدرالي، ألمانيا، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 43، أول شهيد في حرب أكتوبر، الفريق أول، عبد المنعم رياض، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، التصحيح حرب الاستنزاف. سؤال رقم 44، عندما يهمل الإنسان في تناول الطعام يضعف حاسة البصر، التذوق، السمع، الشم، الإجابة هي السمع. سؤال رقم 45، مكتشف المصباح الكهربائي، توماس أديسون، ألكسندر غرهام بيل، يوهان غوانتبرغ، الإجابة هي توماس أديسون. سؤال رقم 46، ألف أمير الشعراء 14 كتابا و18 قصة، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 47، هرمون الثيروكسين من إفراز الغدة نقط، التيموسية، السنبورية، الدرقية، الليمفاوية، الإجابة هي الدرقية. سؤال رقم 48، عاصمة مصر القديمة، طيبة، منف، أنسنة، أون، الإجابة هي منف أو ممفيس. سؤال رقم 49، ما هي نسبة المياه العذبة على كوكب الأرض؟ 3%،
97%، 70%، 50%. الإجابة هي 3%. سؤال رقم 50. الكوكب صاحب أعلى درجة حرارة عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري. الإجابة هي الزهرة. سؤال رقم 51. كوكب الأرض يدور حول الشمس ومعتم ويكون بيضاوي أو دائري، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 52. تعيين المحافظين من مهام مجلس النواب، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ. التصحيح من مهام رئيس الجمهورية. سؤال رقم 53. نظام الحكم في اليابان برلماني، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ. التصحيح ملكي دستوري. سؤال رقم 54. تم تغيير شكل علم مصر بعد نصر أكتوبر، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ. التصحيح لم يتم تغيير شكل علم مصر بعد نصر أكتوبر. سؤال رقم 55. محمية وادي النطرون توجد في محافظة المنوفية، البحيرة، الجيزة، أسيوط. الإجابة هي البحيرة. سؤال رقم 56. الأخطبوط من الحيوانات اللافقارية، صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. سؤال رقم 57. تعتبر مياه الأبار مياه مالحة، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ. التصحيح مياه الأبار مياه جوفية. سؤال رقم 58. زمن كسوف الشمس 7 دقائق و32 ثانية، 15 دقيقة و32 ثانية، 21 دقيقة و32 ثانية، 30 دقيقة و32 ثانية. الإجابة هي 7 دقائق و32 ثانية. سؤال رقم 59. مجلس النواب يعتبر من السلطة التنفيذية، صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ. التصحيح السلطة التشريعية. سؤال رقم 60. اسم الغدة التي تقوم بتنقية الدم وتطهيره. الغدة التيموسية، الغدة القزرية، الغدة اللمفاوية، الغدة الصنبورية. الإجابة هي الغدة اللمفاوية. سؤال رقم 61. ما الحيوان الذي لا يوجد في جسمه دعامات؟ قنديل البحر، الأخطبوط، التمساح، الأسد. الإجابة هي قنديل البحر. سؤال رقم 62. خط العرض وخط الاستواء، صح ولا خطأ؟ الإجابة هي خطأ. سؤال رقم 63. القلزم هو الاسم القديم لمناء الإسماعيلية، بورسعيد، السويس. الإجابة هي السويس. سؤال رقم 64. من مؤسس بنك مصر؟ سعد زغلول، أحمد عرابي، طلعت حرب، مصطفى كامل. الإجابة هي طلعت حرب. سؤال رقم 65. من هو وزير التعليم الحالي؟ رضا حجازي، طارق شوقي، محب الرافعي، محمود أبو النصر. الإجابة هي رضا حجازي. سؤال رقم 66. منظمة الدول المصدرة للبترول، الفاو، اليونسكو، الأوبك، اليونسيف. الإجابة هي الأوبك. سؤال رقم 67. عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، 3، 5، 7، 9. الإجابة هي 5. سؤال رقم 68. نشأت الحضارة الأشورية في مصر، اليمن، فلسطين، العراق. الإجابة هي العراق. سؤال رقم 69. أول عالم تنمية بشرية، أحمد قدوس، إبراهيم الفقي، إيهاب ماجد، طارق سويدان. الإجابة هي إبراهيم الفقي. سؤال رقم 70. تمثل مساحة سيناء نقط في المية من مساحة مصر، 5، 6، 7، 8. الإجابة هي 6%. بعد كده نضغط على إرسال، نضغط على عرض النتيجة. هتظهر معانا النتيجة زي ما انتم شايفين كده. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.